السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالنجاح في الرياضيات المستوى الخامس. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في الصفحة 126 من الكتاب المدرسي، الأعداد الكسرية، الجمع والطرح والضرب والقسمة. الإشارة فقط ويعني معلومة إضافية للأساتذة الجدد، فالتلميذ شاف الأعداد لأول مرة تقدم له مفهوم الأعداد الكسرية في المستوى الثالث، وخلال المستوى الثالث تعرف على المقارنة والترتيب، تعرف على الجمع والطرح. يعني في المستوى الرابع غادي يزيد يضبطهم، في المستوى الخامس كذلك غادي يكون شافهم. اذا ننتقلوا الان للتمرين الاول لحساب قياس مساحة مستطيل ملونين باللونين. استعمل كل من خالد وشام الطريقتين. عندي جوج ديال المستطيلات، مستطيل بالأخضر ومستطيل بالأزرق. مستطيل عندهم نفس العرض، 1/4 سنتيمتر هو العرض ديالهم بجوج، إلا أن الطول المستطيل الأخضر 5/2، والمستطيل الأزرق طوله 7/3. نبدأ بطريقة شمع. شمع اعتبرت هذا كل مستطيل واحدا، أخذت العرض مضروب في الطول، يعني من هذه النقطة حتى لهذه النقطة، وبالتالي درت 1/4 مضروب، لأن احنا كنعرفوا باش نحسبوا مساحة مستطيل الطول في العرض، وبالتالي العرض هو هذا والطول اعتبرته هذا كامل اللي هو 7/3 + 5/2. ثم قامت بحساب المجموع اللي هو الطول، احتفظت ب 1.4 وهنا وحدت المقام، ميمكنش ندير الجمع ديال العددين الكسريين ومقامهم مختلفين. اذا ضربت في جوج هنا وضربت في جوج، وهنا ضربت في 3 ضربت في 3، ياك 3 في جوج 6 و7 في جوج 14، هنا نضربوا في 3، جوج في 3 6 و5 في 3 15. اذا حصلنا على مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام. نحتفظوا ب 1/4 ونديروا المجموع هذا، نحتفظوا بنفس المقام اللي هو 6 ونجمعوا 14 + 15، 4 + 5 9، 1 + 1 2، 29. اذا دابا الجداء، الجداء عددين كسريين هو جداء البسطين وجداء المقامين. اذا 1 في 29 29، 4 في 6 24. حصلت شمع على المساحه التاليه اللي هي 29/24 سنتيمتر مربع. نشوفوا خالد كم سيحصل. خالد نفس الطريقه، اعتبر هذا الطول، هذا العرض 1.4 وضربوا في الطول اللي هو المجموع، لكن في طريقه الانجاز اختلفوا، فهو استعمل التوزيعيه، يعني دار 1/4 × 7/3، يعني بحال حسب المساحه ديال هذا بوحدو، عاوتاني 1/4 × 5/2 وحسب المساحه ديال هذا، وفي الاخير غادي يجمعهم. اذا واحد على أربعة في ثلاثة في سبعة على ثلاثة، 1/4 × 7/3، غنضربوا 1 × 7 7، و 4 × 3 12. اذا غتعطيني 7/12، حيت ضربت هنا في 3 في 7 وهنا في 3. ثم هنا كاين واحد الخطا، راه يمكن ندير لنا 9/2، لا هي 5/2، غير خطا مطبعي وصافي. اذا 1 × 5 5، و 4 × 2 8، 5/8. دابا عندي مجموع عددين كسريين بمقامين مختلفين، اذا باش نحصلوا على المقام واحد غنضربوا 12 × 8، اذا الا ضربنا 12 × 8 حتى 7 خصنا نضربوها في 8، و8 خصنا نضربوها في 12 حتى 5 نضربوها في 12. اذا 7 × 8 = 56، و12 × 8 = 96، 8 × 12 = 96، وهنا 5 × 12 = 60. ونقوموا بالمجموع 56 + 60 = 116 على 96. هاد العدد قابل للقسم على 4 وهذا قابل للقسم على 4، اذا 116 مقسوم على 4 29، و96 مقسوم على 4 24. ماذا نستنتج؟ نفس النتيجه او نفس المساحه اللي حصلت عليها شامه هي نفس المساحه اللي حصلت عليها اللي حصل عليها خالد، رغم اختلاف الطريقتين وجد الطفلين نفس المساحه. هذا كل ما يخص التمارين الموجوده في الصفحه 126. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده.